السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي. هل تعاني من الجن الذي يفعل هكذا عندما يسرع، عندما تذهب إلى الرق يفعل هكذا كثيرا ولا يريد أن يخرج، ويقول له الرق أخرج أخرج ولا يريد أن يخرج؟ تابعنا حتى الأخير وستعرف كذلك بإذن الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أقول قولي هذا إخواني. موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى وهو الجن الذي عندما تذهب إلى الرق يسرع، يعني تفعل يديك هكذا أو حتى رجليك ولكن لا يريد أن يخرج، وخصوصا سوف أركز هذه المرة على اليدين فقط. هذا الجن 100% طيار، الجن طير، هو الذي دائما يحرك لك يديك هكذا، يعني في عندما تحرك يديك هكذا لا إراديا قد تشعر بالتنميل وأنت تحرك يديك هكذا، وقد لا تكون لا تنميل ولا سخونة ولا برودة ولكن حركة لا إرادية، وهي من الجن والشياطين في حضرة القرآن بإذن الله. لماذا هذا بالضبط؟ هذا الجن الطيار يعني يؤثر على الجسد كله، يعني ليس هو بالضبط يسكن في اليد، يعني ولو رأيت الكف يتحرك ويتحرك معه الذراع والكتف فهو ليس في ذلك المكان بالضبط. هذا الخادم يعني ذكي جدا، أين يسكن؟ يسكن في هذا المكان، يسكن في هذا المكان، يعني سوف نرفع كتف الأخ، يعني هذا العظم الكتف، لوح الكتف هكذا دائري، هكذا دائري هكذا، والثاني الكتف الثاني هكذا، هذا هو العظم يا إخواني، هذا هو العظم، سوف أضغط عليه، هذا هو العظم بإذن الله تبارك وتعالى، والعظم الثاني كذلك هو هذا بإذن الله. نحن نضع العود هنا، أنا سأضغط على هذا الشيطان الذي لا يريد أن يخرج بكل سهولة في اليد اليمنى واليسرى، سوف نضغط عليه في هذا المكان أو في هذا المكان بإذن الله، لأنه كأنه جناح. هذه الطريقة التي يفعلها الجن الطيار كأنه جناحه اليمنى وجناحه اليسرى، نحن هذه الجناح سوف نضغط عليها في مكانها، يعني هذا الجن ليس في هذا المكان، قد يكون هو يسكن في الرأس أو في العيون ولكن يسكن في هذا المكان، قد تضغط عليه في العيون ولا يريد أن يخرج، ولا بأس أن تضع يديك بإذن الله على العيون هكذا، يعني تمسك عيونه هكذا بإذن الله وتضغط على هذا المكان وتقول له أخرج يا عدو الله، سواء لزوجتك أو لأختك هكذا بإذن الله، تضغط عليه بالعود بإذن الله يصعق كل شيطان يسكن في هذا المكان، فقد يخرج بكل سهولة في هذا المكان بإذن الله، يعني في أسفل الكتف في هذا المكان. أغلب الناس الذين عندهم الجن الطيار يشعرون بالرفرفة هنا أو بالألم هنا أو بالإيضاء هنا، وهناك نقطة أخرى في الوسط، في الوسط قد يكون كذلك في هذا المكان والجانبين، لأن عنده جناحين، قد يكون في هذا المكان وهذا الجانبين وهنا كذلك، هنا بإذن الله تبارك وتعالى بس أن تضغط عليه بإذن الله، وهذا المكان فإنه يمسك الكتف، وقد يكون هو في وسط الكتف، يعني هذا كالجن الذي يرفرف اليد يسكن في يحب الأكتاف وهذا المكان، وهذا الجن كذلك الذي يسكن بإذن الله تبارك وتعالى يحب هذا المكان. فالناس الذين يعذبون المس العاشق في هذا المكان دائما تكون عندهم رفرفة في هذا المكان، هذا المكان انظروا جيدا، هذا المكان وهذا المكان المس العاشق الطيار، وقد يكون هذا المكان عنده علاقة كذلك بالقدم، يعني الناس الذي تكون عندهم حركات بإذن الله تبارك وتعالى في الرجلين ولا تتوقف في أثناء الرقية، فعليهم بإذن الله أن يضغطوا على هذا المكان وأسفل الظهر، هذا المكان وأسفل الظهر، فهذا المكان يحبه الجن الطيار سواء كان في الرجلين أو في الأكتاف أو في اليدين، ولكن أغلبهم الذي يكون في هذا المكان يكون في الرجلين، يعني أنت دابا يشعر المريض بالرفرفة، أنت تعذب هذا المس العاشق الطيار الذي يسكن في رجلين كذلك، تعذبه في البطن، تضغط عليه في العورة والخصيتين وهو هنا مرتاح البال ونائم وهنا يتقوى، لذلك تجد المريض إذا سألته حق اليقين وتقول له كيف تشعر، فقد يقول لك بأن أشعر بالرفرفة هنا أو الثقل هنا، لأن طرد المس يهرب دائما من العصا، يعني الجن لا يتوقف، هو ذكي وأنت لا ترى، وهو يفعلك أن تركز على هذه الأماكن تضغط فيهم على الجن، خصوصا إذا كان هذا الإنسان الذي ترقيه من محارمك، أما إذا كان ليس من محارمك فعليك أن تأمر بإذن الله تبارك وتعالى أحد المحارم يضغط على المصاب أو المصابة في هذا المكان بإذن الله ليخرج هذا الشيطان من الأقدام أو يخرج بإذن الله تبارك وتعالى من أصابع اليدين. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.